هذا وتملك القاهرة وأنقرة اقتصادا كبيرا في المنطقة ما يوحد فرصا كبيرة للتعاون بينهما في المجالات كافة هو ما تعززه العلاقات السياسية بين البلدين الزميلة حكمة عبد الحميد ترصد لنا أبرز محطات تلك العلاقات تحية طيبة اعوام من الجهود الدبلوماسيه الحثيثه كانت كافيه لاعاده دفء العلاقات المصريه التركيه الى مسارها الطبيعي لتاسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القياده السياسيه في القاهره وانقره على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحه الشعبين المصري والتركي. قمه القاهره رسمت خارطه طريق للمرحله الجديده في العلاقات ترتكز على التنسيق والتشاور حول القضايا الاقليميه المشتركه في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائره التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى قمه القاهره سبقها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسيه بين القاهره وانقره لمستوى السفراء في مشهد لافت استهدف الاعلان عمليا عن تاسيس علاقات طبيعيه بين البلدين من جديد وعزم الدولتين المشتركه على العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائيه ليطوي ذلك المشهد صفحه في تاريخ الدولتين وصفها المراقبون بسحابه صيف عابره. وبالنظر الى البعد الاستراتيجي للقاهره وانقره وثقلهما في الاقليم فان الحرب على غزه ومساله شرق البحر الابيض المتوسط والوضع في ليبيا وسوريا والصومال تاتي جميعها على قمه اولويات بنود التشاور والتنسيق بين القيادتين السياسيتين في البلدين. اما عن مجلس التعاون الاستراتيجي الذي تم تدشينه بين تركيا ومصر خلال زياره اردوغان للقاهره فيمثل نقله في مسار التعاون الثنائي على اساس الاحترام المتبادل والمصلحه المشتركه ما يعكس العلاقات التاريخيه بين الشعبين ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه تقارب الرؤى السياسيه بين البلدين عكس الاهتمام بالبحث عن مجالات للتعاون العسكري من خلال عقد جلسات موسعه لقاده القوات المسلحه لبحث علاقات التعاون العسكريه والازمات الاقليميه والدوليه المؤثره على الامن القومي كذلك دعم الصناعه الدفاعيه لكل من انقره والقاهره العلاقات الاقتصاديه التي لم تنقطع يوما كانت محور مباحثات المسؤولين في كلا البلدين فمصر تعد هي الشريك التجاري الاول لتركيا في افريقيا، كما تعتبر تركيا واحده من اهم مقاصد الصادرات المصريه للخارج. وبحسب بيانات وزاره التجاره والصناعه فيقدر حجم الاستثمارات التركيه بالسوق المصريه حاليا بملياري دولار. وتبلغ قيمه المشروعات التي ينفذها الاتراك في مصر نحو مليار ومئتي مليون دولار ومع رغبة كل من القاهرة وأنقرة في رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا، تدرس الدولتان إزالة جميع القيود المفروضة على تجارة السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية وخلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين. أما إذا تحدثنا عن العلاقات الثقافية فهناك العديد من القواسم المشتركة بين الثقافتين العربية والتركية. لذلك يشهد التبادل الثقافي بين البلدين حالة نشاط متميز بما في ذلك تبادل الطلاب والزيارات الثقافية تأسيسا لسعي مصر وتركيا نحو تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. إذا تطور العلاقات بين انقره والقاهره سيكون له انعكاسات واسعه على امن المنطقه نظرا لاهميه الدولتين في محيطهما الجغرافي وتوافق الرؤى حول اهميه التعاون في الملفات الاقليميه بهدف تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه